السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد للحلقة الأولى من أنمي ماسوماني ريفنجر. لو أعجبك الأنمي فجر اللايك والاشتراك لتتوصل بكل الملخصات القادمة، وأهم شيء صلي على الحبيب ويلا بينا. تبدأ الأحداث بماسوماني الذي اشترى باقة من الورد وذهب عند البنت يلي بيحبها، بس رفضته وقالت له أنه مستحيل أن ترتبط بخنزير مثله، وهو فعليا في تلك اللحظة تكسر قلبه. لكن مرت السنوات والفتاة اشتغل على نفسه، عمل على تحسين مظهره وشوي بيسبس وتريسبس وكل شيء زبط معاه، بس اهم شيء الثقة بالنفس. وهو بينظر للمرآة قال انه جاء يوم جديد ليجده مرة اخرى بافضل حال. لكن دخلت اخته وقالت له اظنك ما زلت مغترا بنفسك، وهو قال لها تشيناتسو اخبرتك الا تقتحمي غرفتي هكذا، وهي ردت عليه فهمت، فقط اخفض صوتك، بالاضافه ان عليك ان تتحكم في نفسك عندما تكون في فرنسا، لا تحرج كل اليابان بافعالك. بعدها دخلت بنت اخرى ويلي قالت لهم ان الفطور جاهز، وهي بذلت كل جهدها فيه من اجل ان ياكلوا فطور جيد قبل رحلتهم، لكن هو طردهم من غرفته وذهب لمكتبه وقال ان الفرصه جاءت وهي الاعظم منذ المهرجان الثقافي. مدينه الازهار هي المكان المناسب والأمثل لكي يحصل على انتقامه من تلك البنت التي كسرت قلبه، أو سوف يحدث العكس، سوف يعود لحبه مرة أخرى. في تلك الأثناء آكي البنت الغنية التي كسرت قلب الشاب كانت تنتظر خادمتها أن تأتي، وهي تنظر لصورتها مع ماسوماني، ودخلت عندها الخادمة وأخذت الحقيبة السفر الخاصة بها للسيارة في تلك الأثناء، حتى هو كان سوف يغادر. وذهبوا بعد ذلك إلى فرنسا وقاموا بزيارة الكثير من الأماكن السياحية، حتى أن الصديق ماسوماني لم يصدق ذلك، وهو يقرأ ذلك الكتاب الذي فيه معلومات عن فرنسا والأماكن السياحية، ليقول كوجورو أنه لا يستطيع تصديق أنهم الآن في بلاد ماكرون وكانيلي والبونبون والشوكولاتة. لكن طلعت البنت من فصله أكثر منه وكانت تقول أنها لا تستطيع تصديق أنهم في بلاد الموضة والأوبرا، الحب والرومانسية. في كل ذلك الاندهاش كانت بنت تنظر إلى ماسوماني وابتسمت له كأنها معجبة به، وهو أيضا شعر بالخجل. لكن فجأة جاء الفصل الآخر الذي فيه تلك البنت التي كسرت قلبه، عندما رآها قال مع نفسه أتت الأميرة القاسية. لكن جاء فتى كان مع الأميرة قال لها أن هناك متجر بالقرب من هنا لو كانت تريد أن تشتري أي شيء، ليقول ماسوماني مع نفسه ها هو الخطيب المتخلف، وهو يعترض طريقه مرة أخرى. ذلك الفتى نظر إلى ماسوماني وبالتالي هو انزعج، لكن بدأ يهدئ نفسه وقال أن بالنسبة له يجب أن تكون هذه الرحلة. لكن لم يكمل كلامه لأن ما وجد أمامه صراحة سوف يسكت أي شخص، ليقول مع نفسه حقا نحن في بلاد الحب، التظاهر بالمودة في كل مكان، فعلا هذه هي البلد الأفضل والمكان المناسب لهذا الغرض، سوف أجعل أداكك تقع في الحب ثم أهجرها فورا، هذه هي خطة الموت أو الحب خاصتي. وهو كان يتحدث بصوت مرتفع شوي، وتلك الأميرة جاءت عنده، هي لم تسمع ما كان يقوله، لكن هي قالت له هل يمكنك أن تحتفظ ببعض الوقت خلال فترة الفراغ الخاصة بك في هذه الرحلة؟ هو لم يفهم ماذا تقصد، لتقول له أنه كانت تفكر منذ المهرجان الثقافي أن عليها أخذ بعض الوقت للتحدث معه كما يجب. هو عندما سمع هذا الكلام لم يفهم ما الذي يجري بالضبط، هل سحره جذبها بهذه السرعة؟ لهذا هو بقى صامتا وقالت له هذا وعد، سأجعلك تدفع الثمن إن أخلفت، وغادرت. لكن وهو حاول أن يلحق بها ورطة ببنت فرنسية وهي رسامة، وسقطت حقيبتها التي كانت مليئة بالأقلام والملونات، وهو لأنه لا يعرف الفرنسية أخرج هاتفه يبحث عن كلمة آسف بالفرنسية ووجدها ليقول لها إكسكيوزي موا، وهي عندما سمعت يتحدث قالت له لا عليك، وسألت هل هو ياباني، تفاجأ من أنها تستطيع التحدث باليابانية، ليقول لها أجل أنا ياباني، وقالت له أنت طالب ثانوي ياباني، وأمسكت من وجهه وقالت له أنت من كنت أبحث عنه يا عزيزي شيكاوا، وقالت له تشيكاوا لأنها فقط الاسم الوحيد الذي يمكن أنها تعرفه في اليابانية هو تشيكاوا. بعدها عرفت عن نفسها وقالت أن اسمها موريال بيسون، وهي طالبة في السنة الثانية ثانوي، ليقول لها أن اسمه ماكابي ماسوماني. والأميرة أيضا عرفت عن نفسها واسمها أداكاكي أكي. وماسوماني سأل موريال هل درست اللغة اليابانية في مكان ما،
لأنها تتحدث بها بشكل جيد لتقول له أنها تعلمت الكثير من الأنمي والمانجا، يعني مثلنا نحن، وهي تحب المانجا كثيرا. وعندما يذهب أخوها إلى طوكيو للعمل تطلب منه أن يشتري لها الكثير من المانجا، ليقول لها مصمني مع نفسه إنها أوتاكو بكل تأكيد. لتقول موريال أنها تريد أن تصبح رسامة مانجا مستقبلا، بالإضافة إلى أن لديهم رسوم متحركة في فرنسا، وفتحت حقيبتها وأخرجت بعض الرسومات التي رسمتها والتي تبدو جيدة جدا. لتقول لهم أنها تريد أن ترسم مانجا رومانسية كوميديا، ويكون بطلها هو تسوميري وتشيكاوا. لكن وجدوا أن هناك بعض الأشياء الغريبة في المانجا والتي رأوا أنها غريبة. لتقول لهم أن أخوها الكبير قال لها أن عليها أن تتعلم المزيد عن طلاب مدارس الثانوية اليابانية. وعندما رأت ماسوماني ظنت أنه إيتشيكاوا يقف أمامها، هو تفاجأ من الأمر، وهي قالت له أنه الصبي الياباني المثالي، وهي تريد أن تستخدمه كنموذج من أجل المانجا الخاصة بها. وسألت فيما يفكر في تيان الثانوي الحقيقيون، وبدأت تسأله أسئلة عن ما يحبونه وما يريدونه والكثير من الأسئلة التي لم يستطع أن يجيب عليها، وقال لها أنه في عطلة حاليا. لهذا هي قالت له أن يمكنه أن يفكر في الأمر قليلا لكي يساعدها، ولم يفكر أكثر من 30 ثانية، وقال ما الذي يمكنني فعلها الآن؟ كان سوف يقبل، لكن تلك الأميرة التي بجانبه سألت هل أنت تقول أنك لا تكترث لوعدك لي؟ يعني لو قبل أن يساعد البنت الفرنسية سوف يكون عليه أن يخصص كل الوقت الذي سوف يكون فارغ عنده للبنت الفرنسية، ولن يستطيع أن يخصص أي شيء لآكي. لهذا هو اعتذر من البنت الفرنسية وقال لها نحن لسنا سوى طلاب ثانوية بسيطين في رحلتهم المدرسية، وعلينا البقاء مع فصلنا، لهذا لن نمتلك الكثير من الوقت الفارغ، وعندما يكون لدي وقت فارغ فأنا أنوي الذهاب معها في جولة. وكان يقصد آكي، لهذا مع أنني أود مساعدتك لكنني لا أمتلك الوقت، واعتذر منها. وهي قالت له لا يمكنني إرغامك على فعل شيء لا تريده، وهو قال لها سوف أشجعك بالتوفيق، وغادر هو وآكي. لكن أثناء مغادرتهم لم يشعروا بشيء حتى وجدوا أن هناك 5 حراس يحيطون بهم، وأخذوهم إلى مكان فارغ. ليقول مصوماني لآكي هل لغتك الفرنسية جيدة؟ لكن هي كل ما تستطيع قوله هل لي بالحساب فقط. ليقول مصوماني جيد نحن في نفس المستوى. بعدها أحد الحراس اقترب من مصوماني، ومن شدة الخوف بدأت الكلمات تخرج من فمه بلا ترتيب، ميرسي بوكو كرواسون، بدأ يقول كل الكلمات التي يعرفها في الفرنسية. لكن ذلك الحارس أخرج هاتفه لأن السيدة يريد التحدث مع مصوماني، ليقول له سعيد لرؤيتك يا إتشيكا وثلاثي الأبعاد، وعرف عن نفسه اسمه فرانك بيسون، وهو الأخ الأكبر للبنت التي رفضها قبل قليل موريال، وهو الآن في وضع يعاكس وضعه لأنه الآن في طوكيو يقوم بعمل ما. لكن الرجل كان منزعج وسأله لماذا رفض موريال، لأن أقبح اسم يمكنك ارتكابه في هذا العالم هو دفع موريال للبكاء، وثاني أقبح اسم يمكنك ارتكابه في هذا العالم هو تخييب أمل موريال. إن كنت تريد البقاء مع تلك الفتاة التي بجانبك، ما رأيكما أن تعمل مع موريال وتعلمها أساسيات الرومانسية الكوميديا؟ وأظن أن ذلك بسيط مما يكفي، أليس كذلك يا تشيكاوا؟ بعدها ماسوماني حكم حدث لمساعدة آكي، والتي سألت كيف حصل كل هذا؟ ليقولها أنه نفسه لا يعرف كيف حصل كل هذا. بعدها هو شكرها لأنها ساعدته، لكن هي لم تعرف في مدى ساعدته. ليقولها لولا مساعدتك ما كانت آكي لتطلب أن أتحدث معها في وقت الفراغ. لتقول له أنه هي لم تفعل أي شيء. ليقول هو مع نفسه هذا يعني أنها دعتني بنفسها، لكن لم يكن لديها الوقت الكافي لكي يفكر في الأمر، لهذا نهض بسرعة لأن كوجور والبقية ينتظرونه. في تلك الأثناء غاسو كان في الحمام، كان يفكر في أن ماسوماني رجل ملعون لأنه يقف في طريقه دائما وهو بحاجة للمال لكي يحتفظ باسم ومكانة غاسو، فالحب بالنسبة له لا يهم، المال هو كل شيء، لهذا سوف يستخدم الحب لكي يجني المال، وهو يسمي هذه الخطة الذكية الصيد. في اليوم التالي آكي وماسوماني ذهبوا للقاء موريال والتقوا بجانب بورد إيفل، وجلسوا ليساعدوها. وأول شيء عليهم أن يغيروه في تلك المانجا الخاصة بموريال هو أن البطل المانجا بدأ مواعدات البطلة، وبعدها بثلاثة أيام أصبحوا في علاقة. لكن بالنسبة له كقارئ للمانجا وبالأخص بالنسبة للمانجا الرومانسية الكوميدية، فور أن يقع في حب بعضهم تنتهي القصة بنسبة 80%، لهذا عليها أن تعذب الشخصيات حتى لا يعود بإمكانها أن تعذبهم. لكن موريال لم تفهم ما يقصده وقالت له هما يحبان بعضهما، لهذا عليهم أن يصارح بعض، وتقبيل بعضهم سوف يكون شيء جيد. وكانت موريال قريبة من تقبيل ماسوماني، لكن آكي تدخلت ومنعت ذلك
وقالت لها: على عكس الفرنسيين، اليابانيين أشخاص عاديون، لهذا لا يستطيعون أن يصارحوا الآخرين بمشاعرهم بسرعة. هناك أوقات حيث نريد أن نكون صادقين لكن لا نستطيع، ليقول ماسوماني. وغالبا يكون هناك شيء ما في ماضيهم يعقد الأمر أكثر، لتقول موريال. إذن حتى لو كانوا يحبون بعضهم، يكون هناك شيء يمنعهم من مصارحة بعضهم، ليقول لها: أجل بالطبع. وهي ردت عليهم: هل تتحدثون عن أنفسكم؟ وهم في تلك اللحظة شعروا بالخجل. بعدها قرروا أن يمثلوا لها كيف تكون العلاقة الرومانسية الكوميدية، لكنهم لم يعرفوا كيف سوف يمثلون ذلك بالضبط. في تلك الأثناء كان صديق ماسوماني جالس مع بنتين، واحدة منهم اسمها فوجينوميا والتي هي معجبة بماسوماني، والأخرى معجبة بكوجورو صديق ماسوماني. لكن صديق ماسوماني معجب بالبنت التي هي معجبة بماسوماني يلي اسمها فوجينوميا. لهذا البنت التي تحب كوجورو سألت فوجينوميا أمام كوجورو وقالت لها: هل لازلت تحبين ماسوماني؟ لترد عليها أن ذلك مثير للشفقة، حتى بعد أن رفضها، ليقول لها أن ذلك بالعكس، فهي ليست مثيرة للشفقة. في تلك الأثناء غاسو ومساعدة آكي كانوا يبحثون عن آكي، لكن المساعدة كانت تطيل الطريق على غاسو لكي يبقى بعيدا عن آكي، لكن في الأخير هو كشفها، لهذا كذبت عليه وقالت له أنها كذبت عندما قالت له أن آكي تريد التحدث معه، ليقول لها: لماذا سوف تكذبين بهذا الأمر؟ لترد عليه أنها كانت تريد أن تقضي أكبر وقت ممكن معه واعتذرت منه، لكن هو قال لها أن ذلك الأمر لن ينطلع عليه، وأظهر صورة في هاتفه عندما كانت تتحدث مع ماسوماني، يعني كشفها وكشف الخطة التي كانت تريد أن تطبقها عليه، وقال لها: لن تنطلي علي خدعتك أيتها الساحرة الخائنة. لتنتهي الحلقة الأولى من الأنمي. لو أعجبكم الأنمي فجروا اللايكات للمقطع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا بالملخصات القادمة، وملتقنا في المقطع القادم.